شباب، اليوم راح نتكلم عن طريقة فورمات الفور اكس. لازم يكون عندك ملفات الباك من 1 لـ 5. هذول ملفات الباك بكونوا موجودين في موقع ميوزك جير. اول ما تشغل الجهاز تضغط انتر 1 و 6 وبتعمل عملية فورمات للجهاز من خلال ملف رقم 1. بعدين بعمل عملية تنزيل ملف، بعد هيك تشغل الجهاز وتطفيه مرة تانية، وباخذ الملفات هاي بتكون انت حاططها بشكل عشوائي على اليو اس بي، يعني انه يشوفها الاورج بشكل مباشر، وبسحبها كاملة واحد واحد. ثاني شيء بتروح بتاخذ ملف اسمه عندك يا سيدي على اساس التحديث ال بي فيرجن ال بي 1 فيرجن 3.1 ال بي 2 لام جي 2. اوكي، وبعدين عن بعد هاي العمليه دايركت بتم عمليه التحديث بالنسبه للجهاز. طبعا انا عامل شرح عمليه الفورمات كامله، بس حبيت اعطي فكره في حاله الفورمات مش الابديت او التحديث. فالفورمات بتفرمت وتحط البي تي 1 وبتحط الخمس ملفات ورا بعض، باخذها الجهاز، بعدين بتحط 3.3.01 لام جي 1.